السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وأخواتي أينما كنتم محدثكم لؤي محمد من العراق نجم ماسي ويرعى سبعة عشر نجم ماسي أخواني الأفاضل لقائي معكم اليوم بموضوع جدا مهم وهو الأساسيات التسعة في صناعة البيع المباشر أخواني الأفاضل هذه الأساسيات هي مهمة للعضو الجديد ومهمة للعضو في 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 بداية الطريق ومنتصف الطريق ومهمة للسفير الملكي هذه الأساسيات بوجهة نظري أي مسوق معنا في شركة دي أكسن عند أي مطب وأي تحدي حل هذا المطب وهذا التحدي ضمن هذه الأساسيات عيروني أذهانكم عيروني قلوبكم راح نبحر بهذه الأساسيات بوجهة نظري قبل البدء بهذه الأساسيات ينبغي لكل عضو جديد يتعلم ما هو البيع المباشر ما هي شركة ديكسن تاريخها شهاداتها قوتها خصائص الخطة المالية ياخذ فكرة عن خطتها المالية ينطلق بالأساسيات التسعة يجرب المنتج ضمن قدرته وامكانيته إخواني الأفاضل أول أساس من هذه الأساسيات وأنا أعتبر هذه الأساسيات هي حلقات مترابطة يكمل بعضها بعض اليوم أي عضو يطرح لي سيستمه ويطرح لي حاله ويطرح لي فريقه ويقول لي قيم أقيم من خلال ترابط هذه الحلقات على قدر الترابط بين هذه الحلقات ستكون معك النتائج على قدر الخلل في حلقة أو الضعف في حلقة أو في حلقتين ستكون معك الإخفاقات فضروري لكل عضو يفهم ويعرف أن هذه الأساسيات هي حلقات مترابطة أول أساس ويبنى عليه باقي الأساسات هو قائمة الأحلام قائمة الأهداف لذلك لم نقل حلم انما قائمه الاحلام ينبغي لكل مسوق مع شركه دي اكسن ان يمتلك قائمه من الاحلام قائمه من الاهداف لا تجعل لك حلم وحلميا لذلك ثقوا يا شباب على قدر احلامك وكبر هذه الاحلام وحجم هذه الاحلام راح تكون معك النتائج خبراء الصناعه قسموا الاحلام والاهداف الى احلام قريبه متوسطه بعيدة أول ما تبدأ بقائمة الأحلام لابد أن تكون أحلامك ذكية هكذا يقولون خبراء التنمية لابد لكل شخص يريد أن يكتب قائمة أحلام لابد تكون هذه الأحلام أحلام سمارت كورس تكون ذكية هذه الأحلام السمارت فيها خمسة معايير أن يكون الحلم والهدف محدد أن يكون قابل للقياس أن يكون قابل للتحقيق أن يكون واقعي أن يكون محدد بوقت اليوم لو نجي على اي شخص نطبق عليه هذه المعايير مثلا نجد شخص اريد انجح اريد اعيش صحيح اريد اعيش ثري هذا شيء يعني مبهم ماذا يعني لك الثراء؟ من الناس يعني له الثراء 500 دولار من الناس ألف من الناس ألفين من الناس الثراء عشرة آلاف من الناس يريد يمتلك منزل طيب هذا مو المنزل منزل من غرفه واحده من اربعه غرف من سته غرف من الناس سياره ايش السياره؟ من الناس اريد انجح في الدي اكسل، ماذا يعني لك النجاح؟ وكيل نجم، ماسي، سفير ملكي، فاذا يا شباب لابد ان تكون احلامك متعدده، وتكون هذه الاحلام هي امامك في غرفه نومك، هذه الاحلام خلفيه في جوالك، هذه الاحلام اذا كنت موظف في وظيفتك، ان كنت سيده في مطبخك. هذه الاحلام لابد تكون سمارت. فابتداءً أريد أكون ثري حدد ماذا يعني لك الثراء الثراء نصل إلى دخل عشرة آلاف ومن الناس أكثر وقل طيب هل عشرة آلاف دولار شيء مقاس أنا أكون قابل للقياس نعم هذه عملة موجودة أمر مقاس أمر متعارف عليه طيب العشرة آلاف دولار قابل للتحقيق مع صناعة البيع المباشر مع شركة دي إكسن إي نعم واقعي عشرة آلاف دولار إي نعم أمر واقعي إنه شخص في دي إكسن حصل على عشرة آلاف طيب بشهر خلال شهر هذا صار أمر غير واقعي حددنا بشهر ولكن غير واقعي ولكن عشرة ألاف دولار بسنتين بثلاث سنوات حسب جهدك وحسب إمكانياتك واقعي إذا قلنا ثلاث سنوات أريد أن أصبح سفير ملكي محدد قابل للقياس قابل للتحقيق واقعي خلال ستة أشهر يعني ما رأينا أحد هو نعم السيستم يقبل ولكن ما رأينا أحد بستة أشهر أصبح نجم ماسي العفو سفير ملكي طيب شخص يريد يكون نجم ماسي بيوم واحد فلذلك نصيحتي لكل شريك معنا في الدي اكسن لكل مسوق ومسوقه في الدي اكسن اجعل لك قائمه احلام واهداف واجعلها ذكيه هذا الكلام ليس نابع من تنظير انما اثناء مسيرتي في الدي اكسن يوم انا صاحب فريق تجاوز 360 الف انسان لتصوير هذه الحلقه انه في ناس متى تكون وكيل نجم والله ان شاء الله استاذ يعني خلال هاي السنه خلال هذه السنه مو هذا صار مو مو هدف ذكي اجعل هدفك ذكيا والله استاذ كم احلامك والله اتمنى اوصل ألف دولار طيب متى والله ان شاء الله خطا 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 لابد يكون سمارت محدد متى تكون عمولتك ألف دولار وتسعى لهذا الهدف لذلك الاحلام تبقى مجرد احلام ما لم تضع لها خطه للوصول لذلك قابلت اشخاص اريد ان احصل على ألف دولار طيب ما هي خطتك ومتى ستكون وما هي الخطوات ستقوم بها من الناس اريد ان اكون وكيل نجم وثق الحد البارحه بالليل كانت تتواصل معي احد الاخوات اريد ان اوصل الى رتبه النجم الياقوتي جميل ما هي خطتك والله ها ماكو ما خطه اذا الحلم يبقى حلم بدون خطه فلذلك وجدت بعض راح اعطيكم اخطاء مرت بي اثناء هذه المسيره اخطاء واعطيكم بعض الاشخاص اللي طبقوا اخطاء مرت بي الصناعه وجدت اشخاص ما عندهم احلام تخيلوا اي شخص ينطلق من النقطة ألف إلى باء الهدف محدد باء راح ينطلق بعزيمة ومهمة، تخيلوا شخص ينطلق من النقطة ألف إلى باء والباء ما محددة يطلع من بيته شغل السيارة وتوكل وين رايح؟ والله ما أعرف تخيلوا شخص ينطلق من النقطة ألف إلى باء والهدف محدد وطموح عالي عنده للوصول لهذا الهدف وقسم المسيره مالته ضمن محطات، فنصيحتي لكل شخص اجعل اهدافك ذكيه وقسم هذه الاهداف الى محطات، قسم هذه الاحلام الى محطات، لذلك نجد كثير من اعضاء الدي اكس يعني ما يقسم احلامه الى احداث احلام متوسطه وقريبه خلال شهر الى ثلاث اشهر الى سته، قسمهم من ست اشهر الى سنه سنتين، قسمهم متوسطه، قسم احلامك الى ثلاث سنوات الى خمسه الى عشره. اليوم احنا عاملين في مشروع هو مدى الحياه، وانا اكلمكم هذا ليس تنظير، اليوم قارب ان يكون لي ست سنوات لتسجيل هذه الحلقه. فاذا ولو تسالون ناس قبلنا وناس بعدنا سيصل الجميع باذن الله، فقسم احلامك متوسطه قريبه بعيده. اجعل لك احلام واهداف عامه واحلام واهداف دكسينيه. أهداف وأحلام عامة مثل متى تمتلك منزل؟ وإذا كان عندك منزل متى يكون منزلين؟ وإذا كان منزل صغير متى يكون كبير؟ ما عندك سيارة حدد متى تمتلك سيارة، وإذا عندك سيارة متى تأخذ أفخر السيارات؟ حدد متى تساعد عشرة أشخاص يمتلكون منازل، اليوم أنا سعيد قدمت هذا المشروع وبفريق اليوم من عمولاتهم يجمعوها على مدى الأيام والليالي والأسابيع والأشهر يمتلكوا منازل، فأنا سعيد أنه ساعدت ايضا اشخاص فريقا يمتلكون ما. فاجعل لك احلام ان تساعد مجموعه من الناس، مجموعه من من البشر. اجعل لك احلام ان تساعد كذا شخص ان يمتلك سياره. اجعل لك احلام عامه ان تقدم خدمات عامه للانسان، للبشر، تقدم احلام واهداف لمجتمعك، لبلدك، ان تنشئ جمعيه خيريه، ان تنشئ مستشفى، ان تنشئ مثلا دار لرعايه الايتام، اجعل لك احلام عامه. ووقتها بوقت متى تحققها كي تقترب يوم بعد يوم تقترب من هذا الحلم ويكون عندك خطه لانجاز فاجعل لك احلام عامه وهذه الاحلام ما راح احددها بمنزل وسياره، انما اجعلها مفتوحه، اكتب مئة حلم. اكتب مئة حلم. اهدافك سنيه متى تعيش صحيح؟ قوي مناعتك. اضيف لنفسك الرياضه، الخضروات والفواكه، تميل للالياف، تقلل من اللحوم، تبتعد عن الدهن الم... اجعل لك احلام. وتتدرج نحو الصحة اجعل لك أحلام ديكسينية متى تساعد الناس أن يعيشوا أصحاء متى تساعد الناس أن يستخدموا كم شخص تساعد أن يكون معجون أسنان صحي يعني واحد من مستهلكاته اجعل لك أحلام ديكسينية متى توصل وكيل نجم إذا ما واصل متى روبي متى تصل ماسي متى ماسي تنفيذي متى ماسي أول متى كراون امباسادور متى توصل للسفير الملكي فحدد تخيلوا إنسان يقول اريد اصير وكيل نجم بس ما يعرف ايش وقت بس هو لو حدد في التاريخ الفلاني ساكون وكيل نجم فقوا يا شباب لو حددت راح تعمل كل ما بوسعك بينما اريد انجح راح تحاول لو مر بك اي مطب راح شويه تتركي ولكن لو لو كان الحلم محدد واكو خطه وجاي تمشي اتجاه هذه الخطه بس تخيلوا شخص طموح وطاقه او سيده طموحه وطاقه ولكن هذا الرجل وهذه السيده أريد أنجح ما محدد بأوقات مو هدف ذكي واقعي مقاس قابل للتحقيق ضمن الإمكانيات والقدرات تخيل شخص حدد ي... متى يكون نجم ماسي حدد متى يكون أس دي نجم ماسي أول يرعى خطين ماسيين تتخيل هذا إيش راح يسوي حدد اليوم هو مثل نجم ماسي حدد بعد ثلاث شهور تتخيلون هذا إيش راح يعمل هذا راح يعمل كل ما بوسعه هذا كل ما يجي نام يتذكر الحلم كل ما يفتر يتذكر الحلم كل ما يرفض شخص يتذكر الحلم لذلك يقولون الحلم هو الذي يوقظك من مضجعك ليس الحلم الذي يجعلك تنام فأرجوكم أخواني اكتبوا أحلام اجعلوها عديدة أحلام عامة أحلام دكسينية اجعلوها ذكية سمارت قريبة بعيدة متوسطة لا تقول أريد أصير وكيل نجم وانتهى الأمر لا تقول ماسي وانتهى الأمر لا تقول بعض الأخوة أريد أصير سفير ملكي طيب متى تكون سفير ملكي ما هي الخطوات؟ لذلك الحلم يبقى حلم ان لم يكن هنالك خطوات تدفعك لتحقيق هذا ويوم بعد يوم تتقرب من حلمك. ثقوا يا شباب من ضمن الامور اللي انا سالكها كخطوات عمليه اقدمها لكل من يشاهد هذا التدريب انه انا عندي شهريا تارجت مع نفسي والتزام داخله مع نفسي، لذلك من يعرف لؤي في اول من ما دخل للصناعه ومن يعرف لؤي الان يرى نفس الحماس، يرى نفس الطاقه، وادعوا لي بالبركه وافرحوا لي. ليش؟ لان اكو احلام اكو التزام اتجاه الاحلام، اكو احلام امامي يعني هي اللي توقظني كل ما اريد افتر. سواء كانت احلام متعلقه بلؤي او احلام متعلقه بالمجتمع، انه من احلامي انه اصنع اثرياء، من احلامي اصنع اصحاء، من أصنع من احلامي انه ابني كذا انسان، ابني انسان متوازن، متوازن في اخلاقه، في مشروعه، في دينه، في عمله، في صحته، في ماله. فهذا الالتزام يدفعك للعمل. فلذلك ارجوكم اخواني قائمه الاحلام والاساس الاول انا اعتبره اساس مهم ينبني ما بعد عليه من الاساسيات، على قدر وجود خلل في هذا الاساس راح يتبع خلل، لذلك اليوم وجدت الناس اللي عندهم مشاكل في الاستقطاب نتيجه انه هو ما خال هدف وحلم كم يستقطب يوميا، كم يحدث يوميا، كم شخص فعال يوميا في السيستم عندك، لذلك من ضمن احلامي الداخل مع نفسي في كل فتره خلي لي تارجت. يعني انا من كا... كنت تريبل دايمون التارجت عندي لا ينزل الدي جي بي في وهذا اول مره صرحة امام العام صرحة لبعض الخواص من فريقي لا ينزل عن أربعين ألف ست خطوط مفصوله لا ينزل الدي جي بي في عن 40000 وهذه هديه لكم وادعوا لي بالتوفيق والبركه اليوم لؤي عنده 17 نجم ماسي واسالوا رعاه الفرق للؤي كالاستاذ حسام ونحيي ونهني من هذا المكان او لبلاينيه الاعلى لا ينزل الدي جي بي في عن 20000 طيب هذا هذا مو لعب عشرين ألف لشخص مفصول عنه 17 نجم ماسي هذا أمر فاجعل لك أحلام وأهداف اتجاه الدي جي بي في مالتك إذا كنت ماسي اجعل لك أحلام وأهداف اتجاه البي جي بي في المجموعة الشخصية الحقل الثاني في سيستم الإيورد كم يكون هذا؟ هذا على قدر قوته تكون قوة العمولة وقوة الأعضاء الجدد اجعل لك حلم كم نج... وكيل نجم يتأهل معك شهرياً فلذلك يا شباب اجعل لك اهداف ديكسينية تؤنب ضميرك اتجاهها فعلى قدر احلامك راح يكون عندك الالتزام فلذلك يا شباب اه هذه قائمه الاحلام بصراحه اه شفت نبره صوتي اختلفت وحماسي نعتبر يعني هذا الاساس الاول ليقودنا الى باقي الاساسيات ننتقل للاساس الثاني اللي يضعوه خبراء الصناعه الاساس الثاني هو الالتزام الالتزام اتجاه شنو؟ الالتزام اتجاه الاحلام اللي كتبتها، متى تكون وكيل نجم، متى ماسي، متى سفير، متى عشر خطوط، متى عشرين خط، متى يكون كم ماسي تصنع في فريقك، التزام اتجاه الدي جي بي في مالتك اذا كنت نجم ماسي كم عدد نقاطك، اتجاه عدد الاعضاء تسجلهم، التزام اتجاه صحتك، اتجاه المنزل اللي كتبته، الفيلا اللي كتبتها، السياره اللي كتبتها، العموله اللي كتبتها، التزام اتجاه المجتمع التزام اتجاه فريقك، كم شخص ستصنع صحيح؟ ستصنع ثري؟ فالالتزام اتجاه هذه الاحلام فهذه الاساسيات هي مترابطه، من الناس رائع في الاحلام، مشكلته وين؟ والله اعرف شخص في فريقي أحلام عملاقه وكتب هذه الاحلام، وين مشكلته؟ اعرف شخص ما عنده احلام واهداف، واعرف شخص عنده احلام واهداف، بس مشكلته بالاساس الثاني، ما عنده التزام، طيب التزم اتجاه شنو؟ التزم اتجاه الاستهلاك. ان يكون المنتج جزء من حياتك انا استغرب واتعجب شخص في الدي اكسن ويشتري معجون خارج الدي اكسن هذا المنتج الجميل الرائع العضوي هذا الشامبو الرائع القهاوي الرائعه هذه المنتجات الاستهلاكيه نستهلكها بشكل جميل اللي حايزة على شهادات عالمية فالتزم أنت اليوم عضو سجل جديد التزم اتجاه المنتج أنت اليوم عضو في منتصف الطريق أنت اليوم سفير التزم اتجاه استهلاك المنتج يكون جزء من حياتك في بيتك في سيارتك في مكتبك في سفرتك في ضيوفك في حقيبتك في أي مكان كنت المنتج يكون معك ويكون جزء من حياتك وإذا توازوني أطلع لكم المنتجات اللي بجيبي إذا واحد يوازيني طيب يا شباب التزم في الفكره والمنتج. التزم في في ان تعرض الفكره يعني انت خال حلم انه توصل عشرة آلاف دولار. طيب تريد التزام؟ التزم بتسويق الفكره للناس، تعرضها انت رايح لا تقول تقول مثلا ما عندي علاقات او ماكو بشر. انت اليوم رايح للماركت او انت ذهب للماركت تكلم. انت في سفره او انت في سفره تكلم، عند الاقارب تكلم، في نزهه تكلم، مراجعة دائرة من دوائر الدولة تكلم الموظفين الموظفات معك تكلم بعد أن جربت المنتج وتعلمت انطلق التزم اتجاه عرض الفكرة بشكل يومي على عشر أشخاص خمسة أشخاص التزم بتسويق المنتج للأقارب للمعارف للجيران للأصدقاء للموظفين للموظفات الطالب مع الطلاب التزم اتجاه المنتج كاستهلاك الفكرة التزم لذلك يحس في قلبي من الأشخاص يفعل نقاطه استهلاكك في اخر الشهر، ارجوك التزم باستهلاكك في اول الشهر وكن مؤهل في اول شهر كي كي تنطلق الى القفزات، لذلك انا سياستي والامور اللي ادرب عليها فريقي وانا ملتزم فيها ماخذ ما عهد من دخلت الى اليوم في اول يوم وثاني يوم انا ملتزم اتجاه استهلاكي وتاهلي واشجع فريقي على الاستهلاك والتاهل في اول الشهر، كي ما بقى من الشهر اذا اذا التزمنا في اول خمسه ايام 25 خمسة يوم نشتغل على القفزات ما نشتغل فيه، تخيلوا شخص يكمل استهلاكه في اخر اسبوع، متى يبحث عن القفزات؟ فارجوكم رجاء التزموا. التزم اتجاه حضور المحاضرات والمخيمات. التزم اتجاه تطوير نفسك، يعني من الناس مره يحضر مره، انا عن تجربه عندي مجموعه من الشركاء، في ناس ملتزمين من اروع ما يكون. وفي ناس عندي ثقوا يا شباب. مرة يلتزم مرة لا، مرة يحضر دورة مرة لا، مرة يحضر أول ربع ساعة ويهرب، ومرة يحضر أول الدورة ويهرب، اعمل دورات سواء في مراكز الشركة أو عبر التليجرام أو عبر الزوم. فذلك يا شباب هذا الشخص ما راح يحقق نجاحات عملاقة، نعم سيحقق نجاحات ولكن على المدى البعيد، أنت مسؤول عن تسريع نجاحك، من الناس يقدر يحقق أحلامه خلال سنة كأحلام مقبولة يعني، ومن الناس هذه الأحلام اللي تتحقق بسنة ممكن يجعلها بخمس سنوات، فأرجوك لا 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 تبعد النجاحات قربها قرب الفتره الزمنيه انت مسؤول التزم في تطوير مهاراتك اليوم احنا في الدي اكسن عندنا اساسيات وعندنا مهارات معرفه الشركه المنتجات البيع المباشر شهادات الشركه خصائص الخطه الماليه الرائعه اللي ما يعرفها شخص ويتقلب بين الشركات التزم تجاه تعلم الاساسيات الخطه الماليه تعلم الاساسيات تسعه ثم انتقل لتطوير مهاراتك فن الاقناع والتاثير ورد الاعتراضات واستثمار التواصل الاجتماعي طور طور من حالك طور من احتياجك كل شخص بينا هو هو اعلم باحتياجه التزم انه تعرض الفكره بشكل يومي اتجاه الاستقطاب، التزم اتجاه التدريب تدرب الناس اللي هم معك، التزم اتجاه متابعتهم، تخيلوا شخص يوم يدرب يوم ما يدرب، يوم يستقطب يوم يست... يوم يتابع يوم ما يتابع، فلذلك انا قدمت تدريبات اسمها فن الاستقطاب الفعال المستمر، فن التدريب الفعال المستمر، فن المتابعه المستمر، فن المتابعه المستمر، يعني التزم ان يكون عندك فن وممكن ترجعون لهذا الامر في تدريباتي فن الاستقطاب ان يكون عندك ذكاء بالاستقطاب وفن ومستمر وفن في التدريب ومستمر وفن في المتابعه ومستمر اذا انت التزمت اني اضمن لك راح تتحقق احلامك. الاساس الثالث قبل ان ننتقل للاساس الثالث بقى عندنا موضوع معين اشوفه مهم انه اذكره لكم ومهم ان انا ان اتشارك هذا الامر معكم. على قدر الهدف والحلم يكون الالتزام. تخيلوا شخص حلمه ان يوصل ماسي فقط، وشخص حلمه ان يكون سفير، كيف سيكون الالتزام بين الشخصين؟ شخص حلم أن يمتلك شقة واحد في واحد وشخص أن يمتلك فيلا خمسة في واحد شخص حلم أن يمتلك سيارة بسيطة وشخص حلم سيارة كبيرة شخص دخله مئة دولار وشخص دخله آلاف أو خمسين ألف دولار تتخيلون أكو فرق؟ نعم أكو فرق على قدر كبر الحلم سيكبر الالتزام فهذا أمر مهم حبيت أشاركه معكم فلذلك لا تستغربوا من تشوفون طاقات عملاقة للاحلام عملاقه لا تستغربوا تشوفون بعض السيدات تعطي 10 ساعات تعطي 15 ساعه 18 ساعه 20 ساعه لا تستغربوا من تشوفون بعض الاعضاء ما ينام يوم يومين لا تستغربوا من تشوفون شخص يسافر لا تستغربوا من تشوفون شخص عنده تدريبات صباح باكر ومساء وظهر وعصر وبث مباشر وش وقت ما تفتحوا السوشيال ميديا تشوفونه ومتى ما يا شباب هذا لا تستغربون لان الاحلام كبيره ننتقل للاساس الثالث وهو اساس مهم جدا وانا اعتبره حلقة مهمة من حلقات الاساسيات التسعة واعتبره الجانب العملي الكلام اللي ذكرناه في اول اساسيا هو كان فقط تنظير الان راح ننزل الميدان نزولنا للميدان اكتب قائمة اسمائك اكتب قائمة اسمائك واجعلها مفتوحة لا تجعل قائمة اسمائك يعني محددة بشنو؟ محددة بعشرة اشخاص نصيحتي لك اكتب قائمة اسماء من خمسين شخص أكو من الناس علاقاته واسعة مية علاقات أقل ثلاثين ونصيحة لك لا تجعل قائمة الأحلام والأهداف لها نهاية اجعل قائمة أحلامك وأهدافك ليس لها نهاية ليش؟ لأن اليوم أنا عندي علاقات ومعارف أكتبها كتابة أرجوك لا تقول على الذاكرة واحد من الأخطاء اللي وقعت بي في أول شهر اشتغلت على الذاكرة لا بعدين من اجيت أعمل باحتراف في أسماء هذا أنا وين ناسيها وين رايحه من ذاكرتي؟ فقسم كلمتهم قالوا والله سجلنا قبل فتره فخسرتهم لاني ما عملت باحتراف. فارجوكم رجاء اكتب اكبر قدر من من علاقاتكم مع علاقاتك في الوظيفه، الجيران، علاقاتك في في ايام الدراسه، الاقارب، ناس التقيت بهم في في مكان معين، اكتب خمسين مئة اسم، 200 اسم. اختار افضل عشره اسماء. صنف هذه العلاقات الى علاقات قويه متوسطه ضعيفه، اختار الناس اللي قسم الناس الى صنفين، صنف عقليه مشروع لا تختار الناس اللي عقليتهم صفقات ويدورون ارباح سريعه، اختار الناس اللي عقولهم بناء مشروع. اختار وصنف قسم من الناس فقط هم مستهلكين مهتمين بصحتهم، وصنف قسم من الناس هم يبحثون عن مشروع. اختار الناس الصادقين، اختار الناس المؤثرين، اختار الناس الاجتماعيين، اختار الناس اللي عنده حب بتقديم هذا الخير للناس. كتبت قائمه اختار افضل عشره. ليش اختار افضل عشره؟ لان ذولا افضل عشره تعرف احتياجهم. هذولا افضل عشره تعرف تفكيرهم. افضل عشره تعرف احلامهم. تعرف المهم. تعرف احتياجهم. تعرف مفتاحهم من الناس موظف يشوف الراتب، الوظيفه ما حققت احلامه. سيده جالسه في المنزل تمتلك طاقه تشوف هي عندها قدره تدير عشر مهام سيده تخرجت وما وجدت وظيفه مناسبه اذا انت تعرف المها سيده توظفت وانصدمت انه الراتب قليل شخص مهتم بالصحه ويتقلب بين المنتجات وراغب بمنتجات موثوقه عالميه فانت تعرف احتياجهم اختارت افضل عشره اسماء اياك ان تستعجل إياك ثم إياك حدد موعد شوق المقابل حدد موعد شوق المقابل كل شخص إلى مدخله ليش حدد موعد مثل ما قلنا ليش اختار افضل عشرين لان اعرف احتياجهم واعرف مفاتيحهم. ليش ليش احدد موعد؟ خاف يسالني واحد يقول ليش تقول ليش؟ لماذا احدد موعد؟ احدد موعد يا شباب لان هو ما مهيئ يجوز هو بالوظيفه وعنده عنده شغل، يجوز سيده وعندها ضيوف، يجوز هو عنده فرح، عنده حزن، عنده ظروف معينه، بعض النا بعض الحانات اتصل بناس، اتكلم وياي بموضوع انت وياي اي وياي، هو 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 يتكلم وياي بس لسانه وياي بس عقله مو وياي، فتحديد موعد مهم، وهذا الموعد راح يدفعك تشوقه، وهذا الخطوات طبقتها كثير من خطوطي، واحد منهم استاذ دريد، استاذ فراس، كثير مروان القيسي، كثير من خطوطي الاوائل كانت هذا طريقتي معهم. انه اكلمه انه في مشروع انعرض علي وانت من زملائي اللي حاب وتكلم بصفه مقرض لا بصفه مستجدي ارجوك بصفه مقر بصفه انت رأ جاي تقدم له خير لا بصفه استجداء لاحظ بعض الاعضاء يتكلم بصفه ارجوك سجل ويا اريدك تفيدني الطرح الضعيف ياتي بشركاء ضعفاء ارجوك اطرح بشكل قوي انه حابب تقدم له خير مشروع انعرض لي حاب تكون معي فهذا الشخص حددت يا موعد نعرض لي مشروع وشفتك شخص رائع وشفتك من أحبابي أنه اللي أقدم له هذا الخير وشفت أنه أنت هذا الخير مناسب لك وشفتك عقليتك تجارية وريد نبدأ وشفتك عندك ألم وشوف هذا راح يغير حياتك شنو المشروع فشو تسوي أنت هنا أنا؟ شوقه، قل له لا ما نتكلم لابد نحدد موعد، لابد أن يكون الموعد مناسب للطرفين، يعني لا تحدد موعد بس مناسب لك ما مناسب له، لا تحدد موعد في, في مكان ما مسيطر عليه، يعني ربما تحدد موعد في مكان ما مسيطر عليه يعني اولاد يمه ومشاغل او تواعدتوا في مكان في ضجه او اجى يمك او رحت يمه وجاب العصير بس تتكلموا يا عن المشروع وراح جاب عصير تتكلموا يا عن الفكره وقال بس اجيب فواكه تتكلموا يا عن الفكره وقال اجيب قهوه خطا لذلك انا من سياستي كلمته حددت موعد شوقته ضروري التشويق انه تاخذ عقله وهذا ما سواه ايضا يا استاذ حسام اتصل بي انت وين بفلان مكان عندي مشروع اشوفك مناسب تمام نتكلم تعال قال لا حدد موعد. خلينا نتكلم نلتقي قال لا شوقني ظليت افكر شنو هذا الموضوع؟ شنو هذا المشروع؟ التقينا فحددت موعد التقيت ومن تلتقي انا من سياستي اقول له اجعل الهاتف صامت كمل الضيافه اذا انا جالس في بيته واذا جالس في بيتي واذا كنا في مركز الشركه اذا اذا مركز الشركه قريب الافضل نتواعد في مركز الشركه اذا كان هو في دوله وانا في دوله نجتمع عبر التليجرام او عبر الزوم او عبر الواتساب. يكون الجلسه مسيطر عليها، محدد وقت شوقته، إلى مفتاح، ممكن طرحك من مفتاح معين، موظف وشوف الراتب ممحق، جميل، ممكن انا اكلم الموظفين اقول له ممكن تقول لي بعد تكلمني بعد سنه وين مكانك؟ بعد خمس سنوات وين مكانك؟ بعد عشر سنوات وين مكانك؟ في الغالب راح يقول ها؟ والله مكاني هو هو، مكانك راوح، اكلم سيده في منزلها، ممكن تكلميني بعد سنه. شنو احلامك اللي ممكن تحققيها بعد خمس سنوات حسب كل شخص ومفتاحه راح اقول له تمام في مشروع ذكي ما يتعارض مع وظيفتك فكره المشروع منتج استهلاكي شركه عندها مزارع عندها مصانع عندها فروع عندها موظفين عندها مخازن فاتحه فروع ومرخصه بشكل ومخازن في اكثر من ثمانين دوله جرب المنتج اقتنعت به تبدي تسوق المنتج اما من خلال علاقاتك او السوشيال ميديا وتكون فريق اما من خلال علاقاتك والسوشيال ميديا هذول الناس انضموا وياك درب حفز شجع يبدي واحد يجيب واحد كريزي بزنس ما له حدود الجميل بالعمل بنظام توريث برحلات الجميل بالعمل عضويه مجانيه وافق ابدا ايش اقول له انا سياستي هذا ليس سياسه الشركه اقول له انا سياسه لؤي أي انه ايش لابد انه تلتزم وياي بالتدريب ادربك على الخاص وتلتزم بتجربه ولو منتج واحد من قدرتك. قال انا موافق اقول لك كم راصد؟ سياسه لؤي هذا امر خاص بلؤي 10 دولار 100 دولار 200 دولار هذا امر مهم. حطيت الشروط عليه كي لا يسجل فقط وياي ويشوفها عضويه مجانيه ويهرب. لا لا تضيف هذا الشخص في جروب ابدا بتدريبه على الخاص تابعه ثم ايش وهذا ضمن الاساسات التسعه ممكن نتكلم عنها بتفصيل في وقت اخر. من ضمن الامور المهمه لا تجعل قائمه احلامك يعني لها نهايه، انت اليوم صح كتبت خمسين اسم او 100 اسم ولكن المسوق في هذا الصناعه لابد يكون عنده قدره على على ان 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 ينالف ويؤلف، عنده قدره ان يضيف علاقات، عنده قدره ان يكون اجتماعي. إذا أنت بهذه الأمور ضعيف اسمع فيديوهات، اقرأ كتب، خالط ناس اجتماعيين، النجاح عدوى ستعتدي وستنعدي الامر الاخر قائمه المعارف البحر الذي ليس له ساحل السوشيال ميديا كل واحد بينا عنده انستغرام فيسبوك تويتر سناب هذه المنصات استثمرها ان يعني يكون عندك نشر بشكل يومي واذا حبيت ان تسرع من نجاحك استثمر في الاعلانات والحملات الاعلانيه محتوى يحل مشكله بكبسه زر توجه لاي دوله تريد راح يجيب لك الاف البشر تتكلم هذا يستهزئ هذا يقبل هذا يرفض حولهم واتساب اعطيهم فكرتك حبل يلتزمون وياك فلذلك اليوم الشركه شعارها ون وورد ون ماركت ون فاميلي كيف استثمر هذه العالميه هذه العالميه تستثمر من خلال علاقاتك في العالم ومن خلال السوشيال ميديا يا شباب قائمة الأسماء ليس لها حدود أرجوكم استمروا بالتحديث أرجوكم استثمروا السوشيال ميديا لهنا تناولنا ثلاث أساسيات ومنهم الأساس هذا الأخير يفصل أساسيا هو قائمة الأسماء وكتابتها والدعوة والتشويق والمفاتيح أنا جمعت لكم الأساسيا الثالث والرابع بأساس واحد هذا ما عندي اللي حبيت أشاركه معكم محدثكم وأخوكم لؤي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته